السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغلبية الأكاديميات طبعا أغلقت بسبب الظروف اللي حاصلة، وناس كتيرة داخل بأولادها، وناس كتير ما بقتش فاهمة تتعامل مع أولادها ذو الاحتياجات الخاصة إزاي. كل الأمهات اتلخبطت، كان الجليس أو الأخصائي أو المعالج اللي ماسك ابنك أو بتولى معاكي تقويمه بقاش متوفر. فتعالوا نتكلم كلمتين. مش كل طفل شقي عنده فرط حركة، مش كل طفل شقي عنده فرط حركة، مش كل طفل مش كويس في مادة أو مادتين عنده تأخر دراسي، مش كل طفل ما بيسمعش الكلام هو طفل عنيد، مش كل طفل بيكذب كذبة يبقى عنده كذب مرضي. لازم تبقي عارفة كويس ابنك بيعاني من ايه، ابنك ايه اللي عنده بالظبط. اعتمادك الاساسي على الاكاديمية وعلى المركز وعلى الاخصائي وعلى المعالج خلاكي تنسي ان انت ام وان انت اولى من اولادك. كلنا محتاجين الاكاديمية، كلنا محتاجين ان احنا نفهم ونعرف الدكتور المعالج هيعالج ابني ازاي، وهيوصل بابني لأي مرحلة من المراحل، او هيخليني اتعامل مع ابني ازاي. مع كل دوت احنا عايزين برضو انت تعرفي تتعاملي مع ابنك ازاي. انا كاخصائي او كمسؤول بقولك ابدأي من عندك، ابدأي بنفسك، افهمي الاول ابنك ايه المشكلة اللي بيعاني منها. لو قدرتي تحطي ايدك على المشكلة الاساسية اللي ابنك بيعاني منها هتقدري تعالجيها. ممكن تستشير الاخصائي او المعالج بالتليفون، الظروف مش سامحه ان هو يبقى متواجد معاكي او ان انت تودي ابنك ليه. ولكن انت هتعملي حاجه حلوه خالص، هتبداي تحطي نفسك كمعالج لابنك في الفتره اللي احنا اتاثرنا كلنا بيها، وتبداي تشوفي ابنك لو عنده تقصير ما في مادة معينة ابدأ اشتغل معاه على المادة دي، لو هي رياضيات او عربي او اي كانت المادة. ابنك عنده فرط حركة، هتبدأ تعمله بعض الحاجات اللي هنتكلم عنها. لو ابنك عنده يعني واثقة ان هو طفل عنيد وان هو ما بيسمعش الكلام ولابد من تعديل سلوك، برضه هنتكلم في النقط دي. مش هطول عليكم، ولكن انا حبيت ادي موجز الفتره الجايه الفيديوهات هتتكلم عن ايه، علشان قط كفايه كلام في الكورونا، كفايه كلام في السلبيات، كفايه ضيعنا وقت كتير قوي على قد ما قلنا على قد ما تعبنا. اهم حاجه خلي بالك من اولادك، خلي بالك من نفسك، بلاش الاختلاط، بلاش التجمع، حاول تغذيهم، حاول تكلمي في الحاجات الايجابيه علشان ما نطلعش من الكورونا على امراض نفسيه ومصحات نفسيه. مش هنلاقي مصحات تستوعب عدد الناس ولا الاطفال اللي اهاليهم ضغطت عليهم نفسيا واثرت فيهم وخلتهم مش قادرين يكملوا بسبب ظروف اللي احنا بقينا كلنا فيها. بقى عندنا الهوس، الهوس المرضي، الهوس العدوى. فكفايه كده، هنتكلم كلام تاني خالص بعد كده علشان نشوف حياتنا، الحياة ماشية. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.